هو طبعا الأبناء يعني غالبا غالبا لما يكونون صغار في السن يلتزمون 5 سنين 6 سنين، أحيانا حتى يذكر في الصلاة أو في الصيام. من يكبر شوي الجانب الإيماني يضعف في الأغلب، ومن يدخل في عمر 12 13 14 لا يبدي يضعف ويصير عنده نوع من التردد. هني أنا طبعا الأصل أني أنا أتعامل معاه بمحورين. المحور الأول أحاول أستوعب قدر الإمكان، يعني ما أنفر مني، ما أحول العلاقة إلى علاقة عداوة، ما أحول العلاقة إلى علاقة مفاصلة، يا أنا يا الصلاة، ولا لا أكلمك ولا أنت ولدي ولا أنا أبوك، لا. فأبدي أستوعب قدر الإمكان. رقم اثنين اني احاول اشاركه واشركه، يلا يا بابا امشي خلينا نروح نصلي جماعه، طيب خلينا نصلي في البيت جماعه، طيب تعال خلينا يعني لما تطلع في الشاشه مثلا الصلاه في الحرم ولا كذا نسولف، نخليها موضوع قضيه الصلاه نخليها موضوع. كذي انا قاعد اعزز عنده السلوك بطريق غير مباشر. لكن أنا يهمني من الآباء والأمهات لا يحكمون على العيال في هالمرحلة العمرية، وبعضهم يقول خلاص احنا فشلنا في التربية وان التربية اللي ربيناها كلها ما منها فايدة. لا 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 لا، هذه مرحلة معينة يمر فيها أي ولد أو بنت، يعني يصير عنده نوع من أنواع التذبذب. ليش احنا نقول هالكلام؟ لأنه ترى احنا ما نتكلم عن صلاة مرة في الأسبوع ولا نتكلم عن مرة بالشهر، احنا قاعد نتكلم عن 5 مرات باليوم. فالاصل انه الصلاة 5 مرات الالتزام فيها ترى مو شيء سهل، لا وفيها وضوء بعد وفيها التزام. فاذا لازم احنا يعني نستوعب قدر الامكان، وان احنا ندعم ونوجه ونرغب في الصلاة، ولو قدرنا يكون عنده اصدقاء مصلين هم هذا يكون عامل مؤثر. يعني من خلال مسيرتي في السلك القضائي ومن احتكاكي مع الناس والاطلاع على تجاربهم ومشاكلهم، لاحظت أن في قاعدة عامة بين الناس، وهذه هي قاعدة الشخص الناجح أو الشخص المميز. شنو هي؟ أن يكون متربي تربية صحيحة. هو طبعا في ناجحين خرجوا من بيوت